خلي ديرهم كاع حنا بعد ما طلشت. هاليوم 100,000 وتمشي لكل مناطق الظل وبعض وكذلك بعض الانهج وين كاين يعني حركه تاع يعني حركه السيارات وحركه سير المرور. وكذلك الهدف من هذه هي التعامل مع الجمعيات باش يحسسوا يعني كل الاحياء الناس تاع الاحياء على يعني باش نكملوا في هذا المسيره ان شاء الله من اجل الوقايه.